بسبب الأكل الغير صحي من السكريات، الوجبات السريعة وتناول الأدوية لفترة طويلة، البكتيريا الصديقة في القولون تضعف ويقل عددها. هذا يؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية مثل عسر الهضم، الغازات، اكتئاب وعدم امتصاص الفيتامينات والمعادن من الطعام. فضروري نقوي هذه البكتيريا الصديقة داخل الأمعاء، لأن الصحة تبدأ من المعدة. وجد الباحثون أن مخمر الملفوف مصدر ممتاز للبكتيريا الصديقة المهمة لعمل الجهاز الهضمي وللجهاز المناعي. ومخمر الملفوف يحتوي على مركبات طبيعية تعالج التهاب القولون، الأمعاء والمعدة، وهو من أكثر الأغذية الغنية بفيتامين سي. يحتوي على 700 ميلي جرام فيتامين سي، فيمد الجسم بعشر أضعاف حاجته اليومية. وطريقة عمله وايد سهلة. بعد ما نقص الملفوف نضيف ملح البحر، نحرك الخليط ولا نضيف الماء أو الخل، لأن هذه العملية اسمها تخمير وليس تخليل. نكبس الملفوف داخل علبة زجاجية بهذا الشكل، بنلاحظ أن الماء طلع من الملفوف. نضيف آخر قطعة من الملفوف تكون شوي أكبر. آخر شيء نضيف الثقل. نسكر الوعاء بقطعة قماش ونحتفظ فيه في مكان دافئ مظلم لمدة 6 إلى 10 أيام، ونتناوله يوميا مع وجبة الغداء أو العشاء. نسكره عدل ونحتفظ فيه في الثلاجة. سلامتكم.